ليفربول الفريق العريق، الفريق الانجليزي يا جدعان، ايه اللي حصل له؟ ده حد حسد الفريق، جاله حسد السنين يا ناس، ده اللي حسد الفريق جابوا الارض. احنا بسم الله ما شاء الله احنا في مصر عندنا الحسد، الله ينور الله ينور. من ساعه ما مشي من الفريق ما تعرفش ايه اللي حصل. فريق ليفربول بعمزه عندنا زي الاتحاد السويسري هنا اللي في جمهوريه مصر العربيه. في ايه يا جدعان؟ ايه ابو صلاح؟ ايه اللي حصل لك ابو صلاح؟ ايه اللي حصل لك ابو صلاح؟ اقرا القران يا ابو صلاح. بخر الملعب بتاع الاستاد بتاع انفيلد ده اللي في بتاع ليفربول، بخره يا عم. هات دجالين، هات نصابين، اي حاجه دخن كده بالدخان الازرق الاحمر دوه، طلع طلع، عايزين البركه تحل في المكان. ايه اللي حصل ساعه ما ماني ما مشي من ليفربول يا جدعان؟ ده ليفربول يا جدعان ده في مركز ال11 ولا مركز ال12؟ ايه السواد ده؟